نجى نائب مدير مجمع الإصدار الآلي في محافظة تعز هاشم محمد غالب الوجيه من محاولة اغتيال أمام منزله في العاصمة صنعاء. وأفاد ضابط الوجيه أن مسلحين كانوا على متن دراجة نارية هاجموه أمام منزله وأطلقوا على سيارته وابلا من الرصاص من دون أن يصاب بأي جروح ولاذوا بالفرار. تعرضنا لمحاولة إطلاق نار بعد وصولي إلى منزلي مباشرة. قاموا بإطلاق النار على باب المنزل وعلى سيارتي، مما أدى إلى أضرار جسيمة في السيارة، ولولا لطف الله وعنايته لكنت بإعداد المفقودين والموتى. لا أدري، ما زال البحث جاري من قبل الجهات الأمنية المختصة وجاري التحري، وإن شاء الله يتم ضبط الجناة والمجرمين. ولم نفاجأ إلا بوقوف مطر أمام المنزل وإطلاق النار باتجاه السيارة والحوش. ف بشكل كثيف بلغنا الجهات المختصة وحضر المعمل الجنائي، والآن نطالب الجهات المختصة أن تقوم بدورها وتتبع الجناة، لأن احنا يعني في نطاق اختصاص العاصمة ونشعر بالأمن والأمان، ولا نرضى يعني بما يقوم به هؤلاء المتطفلين يعني. ولا بيت الجنبه اثناء ما كنت انا باب الدكان حسيت باطلاق النار، دفعت اشوف ما معنى اطلاق النار، شاهدت مطر هرب مسلح دراجه ناريه، السواق واللي كان معه واحد معه بيده الي، ايوه، ما عاد وصلت باب البيت الا وده هرب.